عندنا سكان سعيدة ولاية سعيدة بالمولود الجديد اللي هي الرابطة الولائية للدراجات اللي جات باش تدعم الرياضة الملكة الصغيرة على المستوى الولائي وعلى المستوى الوطني. رانا فرحانين ونعرف اللي مدينة سعيدة فيها أبطال كبار، وكانت الرابطة هذه كانت موجودة وكانت تنظم سباقات وطنية كبيرة. نتمنى هذا الشيء يكون سيرتو خاصة دو بوان دو سيكوريتي روتيير. احنا ما عندناش البروبليم تاع لونكادرمون تكنيك، البروبليم عندنا تاع اون بيست، وعندنا لو بروبليم تاع الموان فينونسي لي ديبلاسمون لي كومبيتيسيون ما نجمو نديروهم. دي فوا ندوهم في الوطن، احنا خطرات اللوطو تاع كنا شاركوا في سعيدة وكان سيربي مليح وكان في صعوبات، ونشكروا هذه ولايتي دي سعيدة. سعيدة المنافسة كانت قوية وكانت هناك فرق تلعب مستغالية سعيدة، وتمكننا باش نفوزوا بالسباق مالغري كان قوي السباق والمرحلة صعيبة شوية وكانت رياح قوية 27 كيلومتر في الساعة، والحمد لله تمكننا من الفوز بالسباق أنا وصاحبي جينيور. أنا سبق أكابر وهذا سبق أواصر جينيور صالح. معكم شرقي صلاح الدين من ولاية عين تيكوشنت من نادي أمل الملاح، والحمد لله تمكنت من المرتبة الأولى. والسباق كان صعب جدا، كانت الرياح الحمد لله اللي تمكننا من المرتبة الأولى. جاتنا شوية رياح وكلاسينا تاني، بدلنا جهدنا ورانا دروك، أنا فرحانة.